السلام عليكم، وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في قناة فكرة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق. نبتسم لنزيد رصيدنا من الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ابتسم ولو كنت مهموما، فربما كانت ابتسامتك بلسما يداوي جرح مكروب أو مهموم أو مريض. اترك أثرا في دنياك، اترك أثرا في دنياك. وكذلك إذا عجزت عن تلبية طلبات الآخرين ولم تقدر على تحقيق مرادهم، فلا يعني هذا أن تبتعد عن مواجهتهم، بل تعتذر إليهم بأسلوب حسن وابتسامة جميلة. حين تبتسم تذكر أنك تحقق مرضاة الله وتقتدي بحبيبك رسول الله. نبتسم عندما نحقق إنجاز ولو صغير، فإن ذلك يدفع للمزيد من العطاء والإنجاز. بابتسامتنا ننشر المحبة والمودة في مجتمعنا. وما أجمل قول السعدي رحمه الله: الحياة قصيرة فلا تقصرها بالهموم.